الحاجات الحلوة ما بتخلصش. الساعات الحلوة ما بتخلصش. كشف النجم محمد رمضان عن كواليس مشاركة المهندس ورجل الأعمال نجيب سويرس معه في أحد الإعلانات لصالح إحدى شركات الاتصالات والمقرر عرضه طوال شهر رمضان الكريم. ونشر رمضان صورة له مع نجيب سويرس في كواليس الإعلان عبر حسابه على انستجرام وعلق: الحكاية باختصار أن مخرجة الإعلان كاملة أبو ذكري قالت لي فيه مشهد في الإعلان ليك مع أصدقائك وأنا أقرب أصدقاء لي نجيب سويرس. وأضاف محمد رمضان: قلت له وكالعادة فاجئني بجدعنته ووافق على الظهور معايا في الإعلان. كل الشكر لحبيبي وصديقي العزيز نجيب سويرس، ثقة في الله نجح. وكان نجيب سويرس نشر في وقت سابق صورتين تجمعهما رمضان والعسيلي عبر حسابه على إكس وعلق: أحلى ساعة مع الحبايب، انتظار الأغنية محمد رمضان أحلى ساعة دويتو مع